أستاذ محمد سعد، رئيس تحرير صحيفة براونلاند السودانية معنا. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا يعني أستاذ. تزداد وتيرة المعارك، ويعني ما حصل يوم الثلاثاء كان يعني الأصعب، وبالتالي إلى أين تتجه الأمور؟ مرحبا بكم الإخوة في قناة اليوم. بالتأكيد أمس الثلاثاء شهدت العاصمة السودانية الوطنية جرنان أعنف موجة منذ ابتداء الحرب فيما يتعلق بالمواجهات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. تقارير غير رسمية من بعض المنظمات المحلية ذكرت أن 300 جريح، 20 قتيل أو شهيد، هم الحصيلة المدنية إلى هذه اللحظة مما حدث بالأمس في مدينة الدرنة الحديثة. المدنيون فقط. المدنيين نعم، بالتأكيد الجيش السوداني أعلن في بيان مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات، واكتفى بهذا البيان. أما قوات الدعم السريع في عبر صفحتها في الفيسبوك ذكرت أنها قتلت 140 شخص أو جندي في قوات الجيش الحكومي، وأصابت ما لا يقل عن 300 جندي إصابات متفاوتة. ولكن كما تعلم عزيزي الفاضل أن هذه التصريحات في أغلبها يمكن أن تندرج تحت طائلة الترويج أو الحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين. نعم، كيف يتم إسعاف الجرحى من المدنيين؟ هذا الأمر يشهد صعوبة يعني بالغة التعقيد، بالأخص أن العاصمة أمدرمان، العاصمة الوطنية أمدرمان أو كل الخرطوم، الآن نسبة المستشفيات العاملة بها هي تمثل 30% فقط من جملة المستشفيات العاملة. أغلب المستشفيات هي الآن محطمة أو لا يوجد بها كادر طبي. قوات الدعم السريع استعانت بهذه المستشفيات وحولتها تلقائيا إلى سكنات لها ومناطق تدير منها العمليات القتالية في الخرطوم. الوضع الصحي أستاذ الفاضل مزري بمعنى الكلمة نعم الحقيقة. نعم الأستاذ محمد سعد، رئيس تحرير صحيفة براون لاند السودانية، شكرا جزيلا لك.